محطات متناقضة بحياة رئيسة وزراء بنغلاديش. طبعا حسينة واجد رئيسة وزراء بنغلاديش لخمس فترات كاملة من مواليد العام 1947، وهي ابنة الشيخ مجيب الرحمن الأب المؤسس وأول رئيس لبنغلاديش. شغلت منصب رئيسة وزراء بنغلاديش لفترة تعد الأطول في تاريخ البلاد، الفترة الأولى من عام 1996 إلى عام 2001، ثم أربع فترات متتالية منذ عام 2009 إلى عام 2024. دخلت في سن مبكر عالم السياسة بحكم والدها الأب المؤسس وأول رئيس لبنغلاديش. في عام 1981 تم انتخابها رئيسة لرابطة عوامي أثناء إقامتها في الهند بعد اغتيال والدها عام 1975. عام 1996 أصبحت حسينة رئيسة للوزراء في بنغلاديش بعد فوز حزب رابطة عوامي في الانتخابات التشريعية، غير أن الحزب سرعان ما مني بهزيمة ساحقة بانتخابات 2001، لتعود عام 2009 تسلم السلطة في بنغلاديش بعد انتخابات ديسمبر 2008، ولتبقى بمنصبها كرئيسة للوزراء منذ ذلك الوقت إلى غاية إعلان استقالتها اليوم والذهاب نحو الهند بعد مظاهرات حاشدة.